أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لكل شاب مني التحية. وإذا أردنا أن نقول في عجالة وفي أسلوب ميسر كيف يبدأ الشاب يومه بطاعة ربه، لا متاهة ولا كلام كتير، ولكن بصلاة ركعتين الصبح. يوم المسلمين كله بيبدأ بصلاة الصبح، يعني قبل ما تطلع الشمس. قبل أن تطلع الشمس، فإن طلعت ما يقولش فات الميعاد، يصليه إلى أن يشرح الله صدره ويلتزم بالوقت، لأن الصبح ينتهي وقته مع طلوع الشمس. والذي يصلي ركعتين لله في بداية يومه إنما يشحن ضلوعه وقلبه وجوارحه بالامتثال لأمر الله. أنا متصور أن من يصلي أول الفرائض وينطلق في حياته لا يقع في معصية إلا بتسلط شيطان عليه وضعف نفسه، ومن يحرضه على هذه المعصية ومن يدفعه إليها. أمور ذكرها العلماء وقالوا لماذا يقع المسلم في المعصية، وأجابوا عنها بما ذكرته الآن، بأنه ضعيف وأن وراءه شيطانا وأن هناك مغريات. الصلاة تعينه على ذلك كله. عارفين ليه؟ لدليل ربنا قاله، قال واستعينوا بالصبر والصلاة. استعان بالصلاة فهي خير معين أن يبدأ بها يومه وأن ينطلق بها إلى مدرسته أو جامعته أو حقله أو متجره أو مصنعه. والله تبارك وتعالى جعل الصلاة عماد هذا الدين ولها ثمرة نتحدث عنها في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين لكم التحية. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.